السيد الرئيس السادة أعضاء هيئة التحكيم قررت دون إطالة على حضراتكم أو إهدار لوقت هيئة التحكيم الجديد أبدأ بسرد الوقائع وستتولى زميلتي وسرد الطلبات على حضراتكم والدفوع القانونية التي تسال بهذه الطلبات. أبدأ أولا بتقديم نفسي مروة فريك حاضرة عن المدعى عليه ومعي زميلتي سمير رجش. سيدي تم في 1/3 استلام رسالة من المدعي والذي يعمل تاجر في دولة بريطانيا تنص على الآتي: أولاً يطلب من موكلي تصنيع 500 مقعد لاستعمال الحدائق المنزلية. استعمال على الحدائق المنزلية. رد موكلي برسالة فاكس بالموافقة على ذلك. تم توقيع هذا العقد في 20/3 في دولة المغرب بين كل من المدير التنفيذي لشركة موكلي والمدير التنفيذي لشركة المدعي. تم الاتفاق على 3 بنود. أولها كان الآتي: كان الثمن 70,000 دولار. النصف يدفع عند التوقيع والنصف الآخر بعد التسليم بقرابة الشهر. ثانيا التسليم يتم خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد. ثالثا نوع الخشب الذي سوف تصنع منه هذه المقاعد هو خشب البوليت. اللون أخضر فاتح والمقاعد تكون دائرية وبمسافة. بالفعل بدأ موكلي في تصنيع هذه الطلبات. وفي 1/8 أرسل رسالة فاكس إلى المدعي يخبره أن البضاعة جاهزة وتم تسليمها إلى الناقل الأول بميناء القمر. في 16/8 وصلت البضاعة إلى ميناء الجزيرة بدولة بريطانيا. وانقطعت الأخبار. في 22/10 وبدلا من أن يتسلم موكلي فاكسا يفيده بميعاد وصول الشق الثاني من المبلغ المنتظر وهو 35,000 دولار، وجد فاكسا يخبره فيه المدعي بأن شركته ليست راضية عن البضاعة ولم يحدد طبيعة العيب الذي وجد في البضاعة. وعندما استفسرنا عن العيب قال أن المقاعد غير مزودة بعجلات وقال أنها سوف تستخدم لذوي الاحتياجات الخاصة. سيد الرئيس، مما عرضته على سيادتكم من وقائع ومما هو مثبت في أوراق الدعوة التي أمام حضراتكم، أول فاكس كان بين موكلي وبين المدعي كان تصنيع 500 مقعد لاستعمال الحدائق المنزلية. كذلك عندما تم توقيع العقد لم يتضمن ضمن بنوده ما يفيد أن هذه المقاعد يجب أن تكون مزودة بعجلات، فكيف سوف يعلم موكلي؟ استند المدعي في نص المادة 8 وقال بأنها تقضي بما يدركه الشخص العادي. ولكن هل الشخص العادي عندما يطلب منه تصنيع مقاعد من خشب البلوط وللحدائق المنزلية في دولة بريطانيا المشهورة بأن حدائقها تكون مليئة بالحشائش، هل أي شخص سوي الإدراك يعلم أنها سوف تستخدم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ استند أيضا على صدق التعامل بيننا وبينهم. هذا التعامل كان قبل 4 سنوات. موكلي لا يعمل تاجرا عاديا، إنه لديه شركة كبيرة، مئات التعاقد خلال السنة، وهذا تعاقد من 4 سنوات، والمفروض أن موكلي يتذكر الشروط التي يطالب بها المدعي. كيف يا سيدي؟ كان تعامل وحيد. كانت تعاملات ولكنها تعاملات كثيرة ولا تعامل وحيد؟ تعاملات ولكنها كانت قبل 4 سنوات، أي فترة 4 سنوات لم يتم بينها أي تعاقد بين موكلي وبين المدعي إلا هذا التعاقد الذي تم التوقيع عليه في 20/3. كل التعاقدات السابقة كانت كراسي بعجلات. لا يا سيدي، كانت بعضها فقط مقاعد بعجلات لاستخدام المنازل، والبعض الآخر كان من نوع آخر، لأن المدعي ومما هو مثبت أمام حضراتكم يعمل في بيع آلات وأدوات ذوي الاحتياجات الخاصة. آلات وأدوات، أي أنها تشمل مقاعد وسراي، أي شيء غير المقاعد أيضا، ليست مقاعد بعينها. هذا ما دفع به المدعي وقال أننا يجب أن نعلم بهذا، ويدفع أيضا أنه قد بعث رسالة في 20/4 يخبر فيها موكلي بالآتي: أولا التأكيد على شروط العقد لا خلاف فيه، ولكن البند الآخر غريب جدا، التذكير بأنها سوف تستعمل لذوي الاحتياجات الخاصة ويجب أن تكون مزودة بعلامة. إنها بينة هذه الرسالة. دي جت امتى؟ في 20/4. انت سلمته امتى؟ سلمته
سلمنا البضاعة في 1/8. تم الانتهاء من البضاعة في 1/8. ولكن الرسالة لم تصل. حضرتك بتناقشي الرسالة وبتقولي إن هي وردتنا رسالة فيها كذا وكذا في 20/4، وبعدين بتقولي إن الرسالة لم تصل. سيدي أنا قلت أن المبيع يدفع بأنه بعث هذه الرسالة. يدفع بأنه. أيوه، ولم أقل عذرا، ولم أقل أننا سوف تسلمناها بالفعل. إنه يزعم هذا. ولكنني أناقش الرسالة لسبب بسيط، البنود التي فيها. كان فيها شقين. التأكيد على شروط العقد والتسكير بوجود عدالات. شروط العقد كانت ثلاث: ثمن، ميعاد تسليم، نوع خشب ولون، وكذلك موديل، أي 5 أشياء. ولكنه جملها في جملة واحدة: التأكيد على شروط العقد. فإن كان واثقا أن موكلي لن ينسى العجلات، لماذا جلبها في جملة منفردة؟ إلا إن كان يعلم أنه نسي هذا الشرط، وكان يعلم أن موكلي بالفعل لم يصنع مقاعد بهذه المواصفات. سيدي، أريد أن أثبت لحضراتكم. استأذنك قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، كلمينا عن الاستلام وعدم الاستلام وعلمك وعدم علمك بالرسالة. من ناحية يعني بتقولي هو بعت لك في 4 رسالة قال التأكيد على بنود العقد. يزعم أنه بعثها لكنها لم تصل إلى موكل. يزعم أنه بعثها تأكيد على بنود العقد، وانها ان الماده في حال العقد دي لذوي الاحتياجات الخاصه. كلمينا على استلامك للرساله دي، يعني هو بيقول بعثها بالفاكس، الفاكس اللي بتتعامل عليه. لا يا سيدي، لقد ارسلها رساله الكترونيه، وهذا السبب انها لم تصل، حيث كانت التعاملات بيننا وبينه معتاده برسائل الفاكس، حيث تم 1/3 ارسال رساله فاكس يدعو موكلي الى تصنيع 500 مقعد. عندما ارسل رساله فاكس المدعي رساله فاكس في 22/10 يخبره بأن البضاعة ليست على المستوى المطلوب وأنها مخالفة للشروط والمواصفات. كانت جميعها رسائل فاكس. هذه الرسالة الوحيدة التي ادعى أنه قد أرسلها بريدا إلكترونيا. أنت ما استلمتهاش؟ لم نتسلمها. بس بعتها على هل لما شفت الرسالة البريد الإلكتروني بتاعك أو الإيميل بتاع الشركة الخاصة بحضرتك مظبوط؟ نعم. أنت زي ما استلمتهاش؟ أو يعني هل ما فتحتيش مثلا بتاعك عشان كده ما استلمتهاش، ولا ايه سبب عدم الاستلام؟ هل هي مشكله فنيه من ناحيتك؟ هي لم تصلني اصلا، فليس هناك دليل انه بعثها اصلا، فربما يكون هذا ادعاء من جانبه ليقوي موقفه الضعيف. سيدي، اريد ان اقدم لحضراتكم صوره بسيطه لنماذج كراسي ذوي الاحتياجات الخاصه، لا تصنع من الاخشاب مطلقا بل من المعادن، وهذا يكون شكلها. كذلك هذه نماذج للمنازل في دولة بريطانيا، تكون مزودة بحشائش. من الصعب جدا أن تسير مقاعد بعجلات على هذه الحشائش. هذه نماذج للكراسي المصنعة من خشب البلوط، مستخدم في الأساس كما أنه خشب ثقيل يصعب تحريكه. وكذلك أثبتت دراسات علمية أن خشب البلوط به مادة تتفاعل مع الحديد فتجعله يصعب. وهذه عينة من هذه المادة، إنها تتفاعل مع الحديد فتجعله يصعد. هذه نماذج أيضا للمقاعد التي توجد بالحدائق، إنها غير مثبتة بعدائق، كما أن ذوي الاحتياجات الخاصة والحدائق تكون متعرجة وليست مستوية، فأخشاب بهذا الثقل لا تتحرك حتى وإن كان سيحركها بنفسه سيكون هذا صعباً. شكراً أستاذ. عشان أطلع حضرتك عليها وعشان لو حضرتك هتعملي. 22/10 أرسل فاكساً يخبر فيها موكلي أنه لم يتسلم البضاعة. طب أنا كنت عندي سريعاً. أنه لم يتسلم البضاعة من ميناء الجزيرة. شهرين كاملين ظلت البضاعة في الميناء. مع أنه نص المادة 60 يفيد بأن على المشتري ومن التزامات الفقرة ب استلام البضاعة. لماذا لم تتسلم البضاعة؟ مع أن هذه الاتفاقية التي نحن بصددها، وأقصد بقولي اتفاقية بيننا للبيع الدولي، تنص على ذلك في المادة 60 منها. شهرين
إن كنت حسن النية لماذا لم ترسل لي رسالة قبل هذا الميعاد لأحاول إصلاح العيب؟ وبهذا التصرف فقد حقه بموجب نص المادة 37، حيث أنها تقضي بأنه إذا سلم البائع البضائع قبل الميعاد المنصوص عليه في العقد فله إن كان بها عيب أن يحاول إصلاح هذا العيب. والمادة 39 تقضي بأنه يجب إخبار البائع بالمخالفات التي تكون في البضائع إن وجدت وطبيعة هذه المخالفات خلال مدة معقولة. ولقد خالفها المدعي من جانبين: أولاً لم يحدد طبيعة العيب في البضاعة، ثانياً لم يخبرنا بعدها بمدة معقولة. سيد الرئيس، الآن سوف تكمل ما بدأته أنا زميلتي وتعرض طلباتنا على حضراتكم. وشكراً. استكمالا لما قدمته زميلتي وما يتضح مما عرضته، فإن المدعي قد أخل بالتزامه طبقا لنص المادة 53 التي تلزم المشتري بأن يستلم البضائع ويدفع الثمن من اتفاقية بيننا للبيع الدولي. فهو لم يستلم البضاعة زعما منه أنها غير مطابقة للمواصفات والشروط المتفق عليها. أي مواصفات يدعي أنها غير مطابقة له؟ هل المواصفات المتفق عليها في العقد أم المواصفات التي يزعم بأنه أبلغنا إياها برسالة إلكترونية لم تصل بتاريخ 20/4؟ فالمواصفات التي تم الاتفاق عليها في العقد 500 مقعد لاستعمال الحدائق المنزلية واللون أخضر فاتح. 500 مقعد لاستعمال الحدائق المنزلية لم يتم ذكر عجلات بأسفل المقاعد، ولكن الرسالة التي يزعم أنها وصلت إلينا لم تصل. حتى لو وصلت فإننا لم نرد عليها، فهذه تعتبر إجابة جديدة لم يتم القبول عليه، ويعتبر الإجابة هنا كأن لم يكن. فطبقا لنص المادة 18 فقرة 1 أن السكوت لا ينم في ذاته عن القبول، وأن اللون الأخضر الفاتح واللون الأخضر الغامق، ورقة الشجر سيدي تتضمن لونين أخضر فاتح وأخضر غامق، ولا اختلاف جوهري بينهما، فهذا أخضر فاتح وهذا أخضر غامق. المقاعد التي بلون أخضر فاتح سيتم الجلوس عليها، والمقاعد باللون الأخضر الغامق سيتم الجلوس عليها. حضرتك استأذنك، أنت بتمثلي البائع، هل البائع ورد الكراسي باللون الأخضر الفاتح أم باللون الأخضر الغامق؟ التقرير قال بأنه اللون الأخضر الغامق، فقد تكون باللون الأخضر الغامق وليست بالأخضر الفاتح الدرجة. حضرتك بتمسكي بإن كان لونها إيه؟ كان لون أخضر غامق. كان لون أخضر غامق؟ أيوه. يعني أنت خالفتي اللون؟ كان لون أخضر فاتح، ولكن المدعي قال بأنه لون أخضر غامق. إيه قولك في التقرير اللي صادر من خبير فني طالع البضائع وقرر إن لونها كان أخضر فاتح؟ اللون الأخضر يتفق ما بين شخص وآخر، حتى ولو كان أخضر غامق، فما هذا العيب الجوهري في اللون الأخضر؟ يعني رد حضرتك على التقرير الفني اللي صادر من خبير فني بيقول إن طالع المقاعد، عين المقاعد ووجد إن لونها أخضر فاتح. لدينا كتالوج من الألوان سوف أعرضه على سيادتكم، هناك تفارق بين لون ولون آخر، ولكن ليس بالفارق الجوهري الذي يدعيه المدعي لكي يتمسك بعدم بتسليمنا بضائع بديلة. إيه معيار الجوهري اللي حضرتك بتتبعيه؟ معيار اعتبار الصفة الجوهرية من عدمها إيه؟ بأن العيب يكون جوهري بأن يفقد الشيء الاستعمال الخاص المرجو منه. وهنا باختلاف اللون لم تفقد المقاعد. أنا رجل لو عندي عربية فوشيا همشي بيها في وسط البلد مش هعرف امشي بيها. واحد فجيت اتفقت مع أجانس وقلت له أنا عاوز عربية في لونها أبيض أو أسود. فجاب لي عربية فوشيا، قال أنت عايز عربية بتمشي وفيها عجلات وبي إم دبليو أو بي أي ماركة في الدنيا. اللي انا متفق عليه هي العربيه ابيض من فوشيا ما توجعش دماغنا خدها وامشي بيها. اللون في الحاله دي بيفرق ولا ما بيفرقش؟ كون ان انا اصريت على اللون او نصيت عليه في العقد هل ده ليه تاثير ولا لا؟ ليه تاثير عند علمنا بان تلك المقاعد سيتم نعلم انه سيتم استعمالها مقابل ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن لا نعلم بان المقاعد باللون الاخضر الفاتح او اللون الاخضر الغامق ستفرق مع هؤلاء المقعدين. طيب بتقولي ان تعلمي ان هي تستخدم ذوي الاحتياجات الخاصه؟ نحن لا نختلف معه في ذلك، فهو تاجر في مجال بيع وشراء الادوات والالات التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصه،
ولكن موكلي بائع في مجال تصنيع كل المواد حسب الطلب وما يطلب منه ينفذه. طب حضرتك بتقولي ان انت ورطتي المقاعد بدون المطلوب. ايوه. وطبقا لنص الماده 39 التي نصته التي عرضته زميلتي فخلال الفتره المعقول يجب ان يبلغنا في خلال فتره معقوله. موكلي وضع البضائع تحت سيطره المشتري في 16/8/2012 ولكنه ارسل الينا رفضه بالبضائع في تاريخ 22/10/2012 ما يزيد عن شهرين. هل تلك البضائع تحتاج اكثر من شهرين لكي يفحصها ويتضح بان العيب الواقع فيها مخالفه جوهريه؟ وايضا طبقا لنص الماده 62 و63 قام موكلي بتنفيذ التزاماته التي تنصها عليه اتفاقيه فيينا للبيع الدولي بانه قام باختار المدعي بتنفيذ التزامه وامهله مده اسبوعين لكي ينفذ التزامه وهذه المده كافيه لكي يقوم بتنفيذ التزاماته. وطبقا لنص الماده 64 فقره 1 التي تجيز لموكلي فسخ العقد بناء على اذا كان عدم تنفيذ المشتري الالتزامات التي يرتبها عليه العقد يشكل مخالفه جوهريه للعقد واذا لم ينفذ المشتري التزاماته في الفتره المحدده التي منحها اياه موكلي فموكلي منحه اسبوعين وهو لم ينفذ التزاماته في هذه المده وبناء على ما تقدم ولان المدعي ترك البضائع في الميناء وقد تكلفت التخزين $5,000 وهذه خسائر قد تكبدها موكلي وطبقا لنص الماده 74 التي توضح التعويض بان يتالف التعويض عن مخالفه احد الطرفين للعقد بمبلغ عادل الخساره التي لحقت بالضرر والكسب الذي فاته نتيجه المخالفه فيجب على المدعي ان يعوض موكلي طبقا لذلك النص. وبناء على ما تقدم نطلب من سيادتكم اولا الزام منح الحق لموكلي بفسخ العقد، ثانيا تعويض موكلي عن الخسائر التي قد تكبدها، ثالثا رفض دعوى المدعي بتسليمه بضائع بديله. سؤالي لحضرتك للطلبات، حضرتك بتطلبي فسخ العقد، حضرتك بتقولي ورطت له كل الكميه؟ ورطت له الكميه كامله. طيب هو دفع نص الثمن. نص الثمن. وباقي النصف الاخر لم يستلم. حضرتك عارفه الاثر اللي بيترتب على فسخ العقد؟ ان يعود الحال كما هو عليه، وموكلي في تاريخ 1/12 ارسل اليه اختارا ولما فيه انه يمكن ارجاع الثمن المدفوع، وهنا تصبح الحاله كما كانت قبل العقد. يعني هتقولي نفسخ العقد واخد الحاجه بتاعتي، اخد هذا كان قبل كراسي واديله الثمن واخد تعويض. او استبقي جزء من الثمن حسب التعويض المطلوب. هيطلب تعويض قد ايه؟ حضرتك بالتعويض الملائم للخساره التي تكبدها موكلي فقد بلغت تكلفه التخزين $5,000. على الرغم من ذلك موكلي لم يطلب التعويض قبل في الفتره التي كان فيها تفاوض بين موكلي وبين المدعي على تسليمه على طالبا منه ان يستلم البضائع رفض وعندما طالب بفسخ العقد نمى عن انه يمكن ارجاع المبلغ المدفوع ولكنه رفض وهنا طلب موكلي فسخ العقد مع التعويض. شكرا استاذ.